تعالوا بقى نقابل الكيميائي أحمد عبد الله، مدير مصنع MMK للتجارة والصناعة المنتجة لأجود أنواع العبوات الكرتون، وخاصة لتصدير الحاصلات الزراعية، وهيشرح مميزات خط الإنتاج الكوري الجديد لتكسير الكرتون. النهاردة عندنا مكان كوري دخل مصر لأول مرة. تمام. المكان ده موجود في أوروبا، موجود في ألمانيا، موجود في فرنسا. معنى كده أنه أكيد إضافة كبيرة لنا هنا في قطاع الكرتون. أكيد. بيمثل حركة إيه؟ بيمثل إضافة إنتاجية في حدود 1000 طن في الشهر إن شاء الله. المفروض عندنا مكانتين تكسير برضو، بس ماركة تانية إيترنا، ودي إن شاء الله التالتة، عشان إحنا بصدد توسع في الطاقة الإنتاجية من 4.5 إن شاء الله نوصل 6. 4500 طن شهرياً. شهرياً، فعايزين نوصل إن شاء الله لستة. إحنا اشترينا أو أنشأنا مصنع تاني M2 في خط كرتون برضو. M2؟ إحنا عندنا M1 و M2 حالياً. لما أنا دي ما تحكينا الحكاية بقى، نرجع شوية لورا. من سنة 2018 يعني بداية 2018. أختار تشغيل شهر 12 2018. احنا كان عندنا دايما مشاكل في الكرتون، خليني اقول لك بصراحه. تمام. كان دايما وخصوصا مصدرين الحاصلات الزراعيه بيخافوا من الكرتون المصري. تمام. احنا طورنا الصناعه دي ازاي؟ احنا يعني اشتغلنا على السوق، درسناه كويس، شفنا ايه متطلبات العميل واحتياجاته وايه المشاكل اللي كان بتقابله. فهو طبعا كان يهمه في المقام الاول كواليتي عالي، وكرتونه تستحمل معاه تبريد او تجميد لمده مثلا 3 شهور، لانه بيصدر روسيا، بيصدر هولندا، كل الدول الاوروبيه. فهو تصدير بصوره غير مباشره لينا احنا، عشان الرصه ما تنهارش، عشان ما يحصلش انهيار للكرتونه. واحنا الحمد لله مستمرين في السوق بقالنا 5 سنين، ما جاتلناش اي شكوى ولا انهارت كرتونه الحمد لله. الشركات اللي معانا ايه؟ اللي بتصدر بالكرتون بتاعنا؟ لا، شركات بتوع قطاع موالح، شركات زي البنا، الجبالي، جليله كده يعني. دي اكبر شركات في مصر. اكبر شركات في مصر. طيب احنا النهارده بنصمم الكرتون المفتوح والمقفول. تمام. من خلال دي او تمام. وكمان الخطين اللي عندنا هناك. تمام. صح كده. احنا عندنا 6.5 مليون طن حاصلات زراعية بنصدرها، يعني سوق كبير جدا جدا. أسواق ايه تاني ممكن نشتغل عليها او منتجات ايه تاني؟ كل القطاعات الغذائية والسناكس والزيوت والمية، الأجهزة، اي كرتونة طالما اتقال عليها كرتونة، مهما كان حجمها، مهما كان حجمها، سواء سنجل وول او دبل وول. سنجل وول هو بيتكون يعني من 3 طبقات 3 لاير، الدبل وول بيبقى 5 لاير، يعني 3 ورقات كرتون بنلزقهم في بعض ونبدأ نفصل. بالزبط. او 5 ورقات ونبدأ نفصل. تمام. عشان الناس تفهم. تمام. فاحنا عملنا اضافه للمكنه ديت من شركه صادق جروب، يعني عشان ان شاء الله بنستهدف 1000 طن كمان زياده، لان الشغل المفتوح دوت زاد بالنسبه كبيره لينا عندنا، يعني اكتر من الشغل الصناعي. من المكن التاني عندنا 4 مكنات تانيين طباعه وتفصيل ودبوس ولزق وكده، فعشان الناس ناخد على الاقل 3000 شهريا، 3000 طن اللي هو الشغل المفتوح اللي بنسموه اوبن توب او تريات. مين اللي بيبدا التفصيل او مين اللي بيدي الفكره؟ هو صاحب المنتج ولا حضرتك بيجي لك بالمنتج ده اقول لك لو سمحت عايز كرتونه ليه كده او كده؟ يعني هو ممكن يجيب فايل بتاعه واحنا بنشتغل عليه، وممكن هو بيجي ياخد تصميم مننا، بنعرض عليه تصميم، حضرتك تشوف المنتج ترفع مقاساته. بالظبط. شركه كبيره مثلا زي تشيبا او ميديا هي بتدينا الديزاينات بتاعتها بالابعاد بتاعتها، بنعمل له عينه سامبل على البلوتر اوتوماتيك، بيدينا الاوكي. تمام. بنبدا ننفذ الفورم وبنبدا نشتغل. انا احميك ازاي؟ هل اطلع كهرباء بمنع استيراد الكرتون ولا غصب عني لازم نستورد عشان في خامات مش عندنا؟ لا، كل او في منتجات مش عندنا. لا، كل الخامات عندنا وكل المنتجات عندنا. يعني حضرتك النهارده تقدر تعمل كرتونه تقعد 3 شهور في البحر وتستحمل التبريد والميه وتستحمل الهدك بتاع النقل؟ بالفعل. احنا كايم ام كي بس بقالنا 5 سنين كده، يعني احنا على مدار 35 سنه احنا السوق المصري شغال كده. هو في شركات عالميه بتستورد منتجات مصريه بتشترك كرتونه معينه؟ يعني تقول له انا عايز الكرتونه بتاعتي اللي هيتعبى فيها المنتج ده، خصوصا لو غذائي، من شركه كذا في تركيا او شركه كذا مثلا في المانيا؟ لا مفيش كلام. مفيش الكلام ده. طب احنا بنعتمد الكرتون بتاعنا ده بره؟ طبعا. ما كل كرتونه ده بيتصدر عن طريق الوسيط اللي هو بيعبي الموالح او الخضروات، اذا كان بيعملوا اختبار للكرتون ده بره؟ طبعا. واخدين شهادات ايه في المصنع؟ كل شهادات الايزو، الهسب، كل الشهادات واخدينها.